أهلا أهلا يا أصحابي بين الأهل والأحباب، ذي مدرسة البشرى صرح لأولي العلم والألباب. كم موهبة في أيدينا، هبة من عند الوهاب، فلنرعى مواهبنا فيها ولنحصد على الألقاب. في مكة تحتضن البشرى همة ملك الإنسانية، وبها حازت سبقا وغدت صرح الأنشطة الصيفية. أطلق تفكيرك ذا الهمم وابلغ بالفكر ذرى القمم، أبدع واصنع واكسب حرفا، فالحرفة مفتاح النعم. واصقل بالدربة موهبة وبها فالحق ركب الأمم، لا تاسر عقلك في ورق، فالعدة دعم للقلم. في مكة تحتضن البشرى همة ملك الإنسانية، وبها حازت سبقا وغدت صرح الأنشطة الصيفية. أشكر الوالد والوالدة اللذين كانا عونا لي وسندا في هذه المسيرة، وأشكر أيضا إدارة المدرسة ممثلة بمديرها ومساعديه، وأشكر أيضا معلمي الأفاضل. نشكر مدير المدرسة على الحفل الرائع اللي قدموا لنا، وصراحة كفى ووفى ويليق بمقام المدرسة. من أهم 3 سنين في هذه الحياة بالنسبة لي، وحد أهم الذكريات التي سأتذكرها مستقبلا بإذن الله، هي ذكريات الثانوية. هو المنعطف الذي سيوصلنا إلى الجامعة بإذن الله، هذا ليس نهاية الطريق، بل بدايته. أنا ابن مدارس البشرى، أنا ابن مدارس البشرى، أزف لإخوتي البشرى بأن الصبح موعدنا لنكتب فيه أو نقرأ. ففي البشرى ستلقاني سعيدا بين خلاني، كأنا إخوة نلهو ونعمر بيتنا الثاني، أنا ابن مدارس البشرى، أزف لإخوتي البشرى بأن الصبح موعدنا لنكتب فيه أو نقرأ. أبارك لأبناء الخريجين في يوم التخرج، وأوصيهم بالمواصلة في طريق الجد والمثابرة، وأسأل الله عز وجل أن ينور طريقهم ويسعدهم ويجعل التوفيق والنجاح دائما حليفهم. أتوجه التبريك والتهنئة لأبناء الخريجين في يوم التخرج، وأقول لهم أننا فخورون بكم وبتميزكم، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم ويسدد على الخير خطاهم، وأن يجعل مستقبلهم عامرا بالتوفيق والنجاح. في هذه المناسبة الكريمة، مناسبة تخرج الدفعة 16، حقيقة بكل عبارات الحب والتقدير أهني نفسي وزملائي، وأهني أبناء الطلاب المحتفى بهم في هذا اليوم الجميل. في هذه المناسبة أبارك لهم تخرجهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم الدراسية القادمة، وأوصيهم بأن يكونوا قدوة لأمثالهم، قدوة لبقية زملائهم، وأن ينهلوا من المعين الجديد الذي سيواصلون فيه مسيرتهم، وهي المسيرة الجامعية. هذه الخطوة التي سيقدمون عليها بكل حب وبكل تفان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يخلف أهليهم خيرا. صبحي تلاقينا وأحلى الوقت أمضينا، فقل لي حين ننصرف فأين سنلتقي، أين؟ أنا ابن مدارس البشرى، أزف لإخوتي البشرى بأن الصبح موعدنا لنكتب فيه أو نقرأ. هلم معي إلى النادي لتسبح بين أندادي وفيه بهذه المناسبة السعيدة أهني أبنائي الخريجين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية. في كل عام تزف البشرى كوكبة من أبنائها ليكونوا لبنة في بناء هذا الوطن المعطاء،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ويجعل ما يقدمونه لهذه البلاد الطيبة المباركة في ميزان حسناتهم. وأوصيهم ونفسي بتقوى الله وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لا يسعني في هذه اللحظات الماتعة إلا أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأبنائي طلاب الصف الثالث ثانوي بمناسبة تخرجهم لهذا العام 1435-1436، وأسأل الله عز وجل أن يمكن لهم الحياة العلمية والعملية السعيدة وأن تكون حافلة بالعطاء والتميز كما هم متميزين في الصف الثالث ثانوي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم وأن يجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والولاه. نبارك لكم هذه الجهود ونبارك لكم هذا التخرج، ونتمنى أن يكون هذا دعم لكم لمواصلة التعليم في التعليم الجامعي. أنتم أمضيتم معنا سنوات عدة، نعم الطلاب أنتم ونعم الأسر التي قدمتكم إلينا. نتمنى لكم كل خير، ونريد أن نوصيكم أن تضعوا في نصب أعينكم مخافة الله سبحانه وتعالى، لأنكم أنتم الآن محاسبون على ما تقدمون به من عمل. فالله الله في أمانتكم التي أوكلت إليكم، فاستعينوا بالله عليها، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق وإلى الأمام بإذن الله تعالى. صافنة تذكر مجد أجدادي، تذكر مجد أجدادي. أنا ابن مدارس البشرى، أزف لإخوتي البشرى بأن الصبح موعدنا لنكتب فيه أو نقرأ. لقد سطرت في البشرى بكفك أجمل الذكرى، ففاخر كل من تلقى بأنك طالب البشرى، بأنك طالب البشرى. أنا ابن مدارس البشرى، أزف لإخوتي البشرى بأن الصبح موعدنا لنكتب فيه أو نقرأ. فكم خرجت من أدبا أيا بشرى، وكم خطبا، وفي طب وهندسة بنوك قد أحرزوا الرتبا، بنوك قد أحرزوا الرتبا. أنا ابن مدارس البشرى، أزف لإخوتي البشرى بأن الصبح موعدنا لنكتب فيه أو نقرأ. ففي البشرى ستلقاني سعيدا بين خلاني، كأنا إخوة نلهو ونعمر بيتنا الثاني، ونعمر بيتنا الثاني. أنا ابن مدارس البشرى، أزف لإخوتي البشرى بأن الصبح موعدنا لنكتب فيه أو نقرأ.